إذا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في، نجدد السرحاب بكم هنا بمدينة فاس. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا واحد القصة كما حكى لنا الأب ديال هذا الشاب، هذا راه هو كما كتشاهدوا هذا الشاب هذا راه كومة حاليا هنا في السي اتش اي المركب الحسن الثاني بفاس. قال على لسان الأب ديالو بأن عصابة مكونة من 9 أشخاص هجموا عليه في دوار ديال المنطقة. غادي التفاصيل ديال الحكاية يحكي لنا الأب. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا، انايا كنطلب واخا عاودنا التفاصيل كيفاش التفاصيل اخويا. كان ولدي خرج تعشى في الدار وخرج قصر مع صحابه تحت واحد المحل، وجات له عصابه كتجسس له. لحقاش كان واقع له واحد المشكل مع واحد الناس، وبشا كانوا كيلعبوا الكره، ودوك واحد السيد في الكره بغى يلعب عليهم صحه، وكيدخل ولدي تالتالي. ولدي مشى لذاك السيد غيفرقهم، صدق لاوي عليه كيضربوا ولدي قاصو. ولدي قاصو من هنا، قاصو هرسو من هنايا. واحد الساعه كيمشي ولدي عيطوا لي الجدرميه ديتو، منين ديتو كيصدقوا معتقلينه. من اعتقلوه دوز شهرين د الحبس، وكيولي واحد الانسان وكيولي خرج من الحبس. ولدي مشى، نقول لكم انا ولدي ما كيتعدى ما والو، ولدي كيدير غير الخير كيتعداش. ولدي راجل مزيان. ديك الساعات دابا المشكل منين وقع هذا المشكل كامل. ولدي كان ولدي واحد دوز الحبس وخرج، ودوز الحبس وخرج، وكيولي واحد ولد حس التفاصيل ديال الحادثه. شنو وقع لولد؟ التفاصيل خويا. نهار الحد شنو وقع؟ نهار الحد اصبر، نهار الحد يا خويا، نهار الحد ولدي مع العشره. ولدي كان وقع له مشكل بسيط مع واحد الدراري، هاد العصابه سرقوا له كارت ميموار، مشاو كيشوهوا الدار ديالو فيها في قهاوي. ولدي مرضاش، تلاقى شي واحد ضربو ديال ولادي. واحد الساعه ولدي مرضاش، مشى تلاقى مع واحد السيد خوهم، قال له حشومه عليك دابزي وياه، وقع نقاش. مشاو الداعينا واحد الساعه بقاو الجدرميه كيقولوا جيب ولدك. قلت لهم ولدي راكم كيجي كتفاهمين عليه. الاخ يشرح لنا التفاصيل من بعد رجع لينا. واخا خويا عاودنا شنو خويا. نهار الاحد اخويا بالليل مع ديك العشره ديال الليل، كان الاخ ديالنا محمد برفقه ديال ثلاثه ديال الاصدقاء، معاه واحد من ولد خالته، جوج ديال هذ صحابو كانوا جالسين اخويا في العربيه اخويا في منطقه الولجه اقليم تاونات دوار بني مطرف اخويا. كانوا جالسين تحت واحد الحانوت، كانوا قصارين جالسين تا اخويا تا كيتفاجئوا بالضرب اخويا بواحد العصابه كتكون من 9 الاشخاص حاملين السيوف وكل شيء. كيما راك شفت اخوتي الحاله ديالو خطيره بزاف، راه عايش راه في الانعاش دابا، راه مازال ما فاق محلش عينيه اخويا، عايش غير بالتنفس الاصطناعي. والبنج اخويا راه قالنا الطبيب عندك سيمانه، قالنا الطبيب اخويا عنده سيمانه غادي يحيدوا له التنفس الاصطناعي. عاش هي هذيك ما عاش هادشي اللي كاين اخويا. وحنايا اخويا دابا فين بلاصه ضربوه؟ ها؟ فين بلاصه ضربوه؟ فين بلاصه ضربوه؟ اخويا ما خلاو فيه حتى بلاصه. خويا رجليه مقرضين، العظوم اخويا مقرضين، العصبة اخويا مقرضة، رجليه كانوا مقرضين اخويا، كرشوا اخويا وظهرهم بقاو كيحشيو فيها اخويا هكا وجبدوا، يحشيو ويجبدوا وجهه اخويا ترسلوا هذا، ولو ضربوا هنا اخويا سنانو كيبانوا، راه ربي اللي عالم بينا، راه ربي ما بقاش كيبكيو اخويا، راه عينينا نشفوا بالدموع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حنا راه عندنا واحد الثقة كبيرة في الأمن الوطني، وعندنا ثقة كبيرة في السلطات المغربيه، وعندنا ثقه كبيره في الملك ديالنا الله ينصره والله يجازيه بخير. انا بغيناهم يفتحوا تحقيق وياخذوا حق ولدنا من هاد العصابه هادو. هادشي اللي بغينا اخويا. انا ولدي ضيعوه، انا كنطالب بالحق ولدي، كنطالب انا بالحق ولدي. ولدي ملي قتلهم على 10 د الليل الى حتى 3 د الصباح عاد لقيناه الناس كتقلب ولا حوف واحد اتجاه في واحد الخلا تاع لقيتهم بالجناوه هادو، لقيتهم هي وباهم هكا فيهم الدم. وكنقول الراجل هذا راه مقتل، كيقول لي لا راه غير مخبع ولدنا. كنقول له لا ولدي مقتول، ولدي قتلوه كنغوت واحد السلطه وكنخبط هكا وكنمشي للجدرميه كنقول له قتلوه جبدوا لي ولدي. كيقول لي كي غنديروا له؟ كي غنديروا نجبدوه؟ كنقول له والو هما اللي قتلوا عاد شي عندهم الدار وداك الشيء اللي كاين.
مشاو للسادات جابوهم هما اللي عطاونا النعتي فين مشاو. داو الولد خوه هو اللي مشى للبلاصه قاتل في واحد اتجاه الخلا. حنا مشينا للخلا كنحاولوا. لا حوف الخلا خويا كاع. لا حوف الخلا ما خلاش. من 10 خويا حنا كنقلبوا عليه حتى الفجر اخويا عاد لقيناه. انا كنبغي. جبنا الطبيب اخويا ما فيهش الثقه. انا كنبغي العداله، انا بغيت ولدي يوقف لي على رجلي. صدمت ديك الحاله ديال الولد. راه ضروري غيتصدم اخويا. صدمت انا. انا طلعت انا راه مشيت مع شحال المسافه على رجلي. راه شحال واحد شاف اخويا ديك الساعه طايح اخويا الناس صفوا. جدرميه بجيه جوج مخزنيه كانوا معايا كنقلب انا والوالده والوالد والشيء الاخر مع الراجل ديالي كلشي مفركين من العشرة الى حتى الثلاثة وغير الجدرميه والمخزن فجال ديك الساعه وعيطنا الحاله ديالو الساعه فاش شفتيه ما خلاونيش نشوفه ما خلاونيش غطاوه ما خلاونيش ما خلاونيش نشوفه انا ولدي انا يا ريت كنقول لهم خلوني نشوفه غير مره وحده كيقول لي والو ملي بقيت كنغوض على لاجودان وكنقول لهم انا ولدي راه مقتول كيقول لي غير مخبع غير سكتي غير مخبع كنقول له والو لقيتهم جايين بالدم تلاقيتهم هوك بلايط حوايجهم بالدم كنقول الراجل راه مقاتلين كيقول لي لا 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 انا كنغوض كنقول له راه قاتلين كيقول لي لا راه غير مخبع كنقول لهم والو ولدي كان مخبع كاجا على رجليه كاجا ولدي على رجليه صافي صافي ديك الساعه المخزن بقى غير كيشوف قال صافي يلا فركتي عيطوا يلا سيروا بقاو مفركتين الساعه اللي مشينا عيط لي الراجل انا في تيجا وعيط لي قال لي ولدك راه قتلوه صافي بقينا مشيت واحد الدور تالعه كنغوت في ذاك الليل الى حتى الثلاثه وانا كنغوت وانا كنغوت الساعه اللي وصلت ولقيت ولدي ما خلاونيش لقيته داراه في البايات عييت ما نغوت كنطيح كنقول لهم خلوني غنشوفه اخر مره كيقول لي لا والو لا جودا والو ولدك راه ما فيه حتى حاجه غير غنقضوه الساعه والو ملي جيت لهنا للسبيطار وقالت بغيت نشوف. في السبيطار كيف كانت الحالة ديالك؟ ما خلاونيش نشوف. حتى في السبيطار ما خلاونيش. حد الآن أخويا مازال ما فاق. ما خلاونيش نشوف ولدي ما خلاونيش. مازال ما عرفناش واش مات أخويا ولا ما خلاونيش أنا سامحة في وليداتي برا قاعدين غا بوحدهم. أنا وليداتي غا صغار سامحة فيهم وأنا قاعدة مع عمر السبيطار عرفتوها أنا بقيت غير تالعة غير خايفة جالسة. أنا بغيت كنطلب بالحقوق ديال ولدي. أنا بغيت كنطلب فجابوه للطبيب. أول وحدة كنشوفو. هذاك السيد هاد الناس اللي ضربوا هاد الولد هذا راه ما كيصليوش على النبي راه ما كيترجى ما كيعرفوش الله لان اللي كيعرف الله ما يوصلش انسان هكاك بديك الشكل هذا راه مفصل كتعرف شنو هي مفصل انا اول وحده شفتو كما داروا خويا شفتو في حاله لا يرثى لها حاله شفتو غارق في دمه ميت انا سحبني الولد ميت ساعه هو باقي عايش ساكن هزوا له يديه ميت راه دخلوا لدار مهراز قبل ما يطلعوا صيفطونا لهنا ميت قال لك هذا راه ميت ديو المركب شتي الحاله اللي شفتو فيها راه 3 ايام ما نعستش 3 ايام ما كنعس ما كناكل عرفتي على حاله العصب رجليه مقطعين رجليه مشلضين كاملين وجهود سنان كيبانو سد الحنك ديالو مهرس راسو فيه عرفتي شحال من ضربها كرشو كلها كرشو متقبه بحال الغربال شتي كرشو بحال الغربال ما شاء الله وصافي لا حول ولا قوه الا بالله لا ياخذ فيهم الحق انسان كاع واخا يكون عندك معاه كونترير واخا يكون كونترير ضربه جوج ثلاثه صافي ماشي بديك الحاله هذه ما شاء الله يتعداو عليه بواحد الطريقه وحشيه اخويا شت اخويا شوف ولدي ما كيدوش حقه اللي تعدى عليه كيتناقش معاه فعلا ولكن ولدي ما كيتعدى حتى على واحد احسن رجل ولدي احسن رجل من نعمل الرجال ما كيتعدى ما كيدير الناس ولدي اللي تعدى عليه ودورهم جاه كي 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 ما كيبغيش الحقره ضد الحقره هذا الشيء كامل وفايت مدوز واحد شهرين ونص ديال الحبس على الحقره مشى يدير غير الخير مشى يدير غير الخير وكيتجمعوا عصابات عائلات هما مكونين عصابات عائلات ومشاو لولدي قتلوه لي بالليل ورا الدارك شافوه في عين المكان فيه كان مليوح اللهم لا تشي منكار واخا هكا كان ما عرف شنو هو قاعد ولدي كيدير ما يديرلوش هاد الحاله هادي ولدي علاش يدير له هاد الشيء انا باغي السلطه انا باغي اللي ينصر سيدنا انا خصني ولدي الحق ديالو ضعت في ولدي ضاع في حياه ولدي ما بين الموت والحياه ما بين الموت والحياه ولدي انا راه باغي حقي انا دابا جوج اربعه معتقلينهم والاخرين طالقينهم كنشوف في عينيهم كيهدوني الحاله ديالو ما تقدرش تشوفها اخويا ما تقدرش تشوف الحاله ديال ولدي وها التصاور ها كلشي اخويا وها السبيطار هو في السبيطار اخويا هو في السبيطار هادشي ماشي كذوب انا كنطلب من السلطه وكنطلب من الحكومه وكنطلب من سيدنا يشهد هادشي الله ينصرو والله يشافو الله يطول عمرو سيدنا عندي عزيز انا ساكن لي في الدم انا سيدنا واخا ما كاين هذا انا ساكن لي في الدم كنطلب من سيدنا ومن السلطات ومن الحكومه يتدخلوا بهادشي وكنطلب وداك الملف اللي طلع لتاونات كنطلب من الحكومه تراجعوا راه ماشي هو هذاك كنطلب من المحكمه ديال تاونات يرجع لداك الشيء تعاود كنطلب الحموشي انا
وكنطلب من جميع المسؤولين على هذا الشيء وتراجع هذا الشيء، راه فيه شويه ديال التخرويض فعند عند هذا، ولكن انا كنطلب الله المسؤولين المسؤولين. نخليو الكلمه للاخ. خويا حنا عندنا واحد الثقه كبيره في الامن الوطني، في الدرك الملكي، جميع رجال الشرطه، جميع رجال الامن، عندنا ثقه كبيره في الملك الله ينصرو في هذا النهار، عندنا ثقه كبيره في المدير العام للامن الحموشي الله يجازيه بخير، حنا بغيناهم اخوتي، بغيناهم يشوفوا من حال هاد، يشوفوا من حال خويا، ياخذوا له حقه ويعتقلوا هاد المجرمين هادو، هذا الشيء اللي بغينا. حنا كنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ديك الحاله ديال الدراري كاملين اللي عايشين دابا صغيره والله اخويا، حنا راه الدموع نشفوا لنا اخويا معينينا، عايشين ولينا بحاجه مأزمين مهدومين، انتم مازال كيهدونينا لدابا. شتي شتونا وليدي شتونا، خلونا كله فين شتت، كله فين زلنا، كله فين سافر في ولاده، كله سافر صغير في كبير، وحنا دايرين وليدينا الاوليين، كنطلبوا من ربي وسيدنا والحكومه الموقره تعطينا حقنا في هالوليد، تعطينا حقنا في هالوليد، هذا ما كنطلبوا. انا كنطلب الحق، كنطلبوا هاد تسعد الناس، هاد العصابه اللي تحمات فيه وقزرات هكاك، تعطينا حقنا واعطيونا حقنا فيهم. ان شاء الله باذن الله تجينا حقهم. هذا اللي كنطلبوا اخويا. خويا ما بقى لنا ما نقول اخويا من بعد هذا الشيء كامل، اخويا خونا 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 ضاع، اخويا خونا ضاع، خونا ضاع اخويا، عنده 21 عام ضاع، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واخا اخويا انت كنتي معاهم؟ اه كنت معاهم. واخا اخويا معنا واحد الشهيد كان معاهم. السلام عليكم. شنو وقع ديك الليلة؟ ديك الليله حنا كنا جالسين حدا واحد المحل، كنا جالسين توقفوا علينا هاد الاشخاص هادو، قالوا لنا انت حنا عندنا حساب مع هذا، نضنا غير كنفارقوا، بغاو يقتلوه ديك الساعه، نضنا غير كنفارقوهم، ضربوني جوج ضربات الراسي، ضربوا صاحبي اللي كان معاه، وصاحبي اللي كان معانا مضرب هنا بجنويه محشيه له قيصر السنسور، وضربه في راسه، وواحد اخر مضرب في راسه ورجله. كنشوف ولد خالتي محمد ضربوه وتم هارب وتبعوه، تبعوه وصلوا واحد الخلا قبضوه قتلوه تما غزروه ولاحوه. وحنايا دابا اش درتي نتوما؟ حنا انا طحت خفت غيبت، غيبت حيت غيبت حتى لقيت راسي في لابيلونس مهزوز، توصلت للطبيب مابقيتش عاقل على راسي. وقفوا علينا حنايا بحال شكل بيت، توقفوا علينا تمايا وبغاو يضربوا، حنا ضدنا غيبه بيناتهم ما خلاناش يضربوه، تضربونا حنا شركونا معاه وعاد وضالوا يقتلوا فيه حتى هو. فين جات فيك الضربه انت؟ ياوني جوج ضربات، ضربه هنا وضربه هنايا. يا ناي شحال كنتي بكم جالسين ديك؟ كنا بينا اربعه. اربعه كاملين تضربتيهم؟ كاملين تضربنا. اه حنايا دابا انايا كنطلب حقي، انا هادو اللي ضربوني واللي ضربوا ولد خالتي، كان بغيتهم انا هادو يتسجنوا حتى هما. انت ما عندك والو معاهم؟ كنت هي جالس. انا ما عندي انا والو، انا غير ضيف، جاي غير جالسين معاهم. هذا الام ديالو؟ انا الام ديالو. واخا الولد ديالك كان مشى عندهم يضيف لديك المنطقه؟ مشيت انا وياه، انا براسي كنت تما، سيمانه وانا جالسه تمايا، هي هذيك الدراري مقصرين بيناتهم، جالسين شاعلين الموسيقى بربعه بيهم، جالسين قصارين حد شويه، وهاد الناس كيتفاهموا عليهم، كيجمعوا كيكونوا عصابه بيناتهم، وكيمشيو كيخلطوا عليهم، بقى داك الشيء دباز. حنا عندنا خرجنا، سمعنا لهو تخرجنا، لقيت هاد سميتها العائله الاولى بلاتي، هاد سميتو حمد طاهري. لا الاسماء، بلاش الاسماء. لقيتهم طالعين بالجناوه ديالهم، شادينهم بثلاثه اولادهم، والام ديالهم كتغوت كتقول لهم الدوار يضرب، الدوار كله خصو يضرب. طالعين قلت لها انا السي اشريف، عطيك السر، دي وليداتك ودخلي بحالك، دي ولادك ودخلي بحالاتك، حشومه الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه. وهما راه قتلوه الدراري، قتلوهم، ولدي ضربوه بجوج ضربات للراس بالسيف، يعني طاح غيب، ومحمد الحيمر تبعوه الاخرين وداوه للخلا، ما خلاوش فيه، ها اللي كيضرب منجل، ها اللي كيضرب مدرة، ها اللي كيضرب بالسيف، ها اللي كيضرب شاقور، يعني داك السيد الضرب عنده منوع، فهمتي كيفاش منوع، يعني هاد الضربه ديال الموس، هاد الضربه ديال السيف، هاد الضربه ديال المدره، هاد الضربه ديال المنجل، رجليه واكلين له بالمنجل، داك المنجل اللي كيحصدوا به الزرع، به واكلها، به. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر عباد الله، اللهم هذا منكر. حنا كنتمناو كما قال هذا ياخذوا لنا الحق في هذا الولد، رزاونا في هذا الولد،
رزاونا في هذا الولد، رزاونا فيه، رزاونا في هذا الولد، والو يعيش، والو يعيش، كيفاش غيعيش؟ كيفاش غادي يعيش؟ غادي يعيش معوق، غادي يعيش كما قاعد في كرسي مشلل. هذا حنا كنطلبوا من الحكومة ومن رئيس الحكومة كما قال هذا ياخذنا الحق ديالنا في هذا الولد. علاش ياخذوا؟ علاش هذا الولد شنو دار كاع؟ شنو دار هذا الولد؟ شنو دار كاع؟ ولو كي كان دار شي حاجة خايبة كما قال هذا ما يديرولوش ديك الحالة هكاك. لا يعقل، لا يعقل في ديك الحالة اللي داروا له، لا يعقل، لا يعقل في ديك الحالة. عاش الملك. مشاهدينا ومتابعينا الصحافة الرسمية ديال شوف تي في، الأم كلمة آخر شنو؟ كنطلب حق ولدي، كنطلب من ربي ولدي يوقف ويولي لي على رجيلاتو. كنطلب من الحق ولدي ويوقف لي ويولي لي غير بصحيحته ويولي لي على رجيلاتو. هما بغيت الحق ديال ولدي ياخذ حقه مع هذا المخزن. بغيت سيدنا ياخذ له حقه. بغيت سيدنا ياخذ لي حق ولدي، ولدي عاد يعول. عيبوه لي هو البكر ديالي، هو الاول ديالي، هذاك هو الاول ديالي. لا كان كل واحد ياخذ حقه بيديه. رداوني في وليدي. واش انا عاد على ولدي ولا اللي قدر القلده؟ ها اللي عيط عيط لك. اجا بوش اجا خالي، اجا خالي عاودوا كيفاش قالوا. كنطلب حق ولدي، كنبغي ولدي ياخذ حقه. اول واحد عيطوا له وقالوا له ياخذ حق ولدي، راه قال سلوى لسنا وعليه. انا كنطلب حق ولدي، انا كنطلب حق ولدي يوقف لي ولدي على رجلاته. انا سامحه في وليداتي راهم قاعدين خايفين لتحت. انا سامحه في وليداتي صغور باقا لي جوجات صغار قاعدين جالسين تما غير الناس مقابلينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خويا بوشا السلام عليكم. عاودنا خير بوشا. أنت حاضر في النهار؟ أخويا أنا كنت مسافر. أنا مسافر أخويا في الجبل. يعيط لي السيد من الدوار. عيط لي قال لي راه ولد أختك ها كيفاش وكيفاش راه تهجموا عليهم شي دراري. أنا براسي ديك الساعة ما عارف شكون. عيط لباه قلت له خرج شوف ولدك ها شنو شنو. تا ولاو عيطوا لي مع الثلاثة السيد وراو لي مقرد أصاحبي. لا حول ولا قوة إلا أصاحبي. هاد الشيء أنا ما بغاش يدخل العقل كاع أصاحبي. هجوم أصاحبي. حشومة تعود الناس يقتلوا واحد أصاحبي. عيب كاع أصاحبي. ما عمرنا شنا أصاحبي في الناس اللي معاهم كي دايرين ما عمرنا شنا الشيء هذا. أنا كنطلب من سيدنا ومن الحموشي ومن السلطة كاملة ياخذوا بحق هاد السيد هذا. ياخذوا له بحقه مسكين. هادشي اللي كنطلب انا الله ياخذ فيهم الحق. لا حول ولا قوه الا بالله. اكيد الله ياخذ حق السيد. المشاهدين المتتبعين على الصفحه الرسميه كاشهد هي الاسره ديال هذا السيد هذا. الله ياخذ الحق. السيد راه كوما هنايا في السي اش اي. واحد كيقول انا والاخر كيقول ماشي انا. حق ولدي انا. عاش الملك. انا بغيت حق ولدي. احترامتي للحكومه والسلطه واحترامتي لجميع المسؤولين. انا بغيت حق ولدي. انا بغيت هو اللي بغيت ولدي يولي كما كان ونطلب الله ولدي يشافيه لله. امين يا ربي. نطلب الله يشافي الولد ديالك. يا ربي يا ربي تاخذ الحق. اذا الله ينقص من عمري ويزيد عمر سيدنا. عاش الملك. الله ينقص من عمري ويزيد في عمر سيدنا. انا عندي عزيز الملك ديالي. انا عندي عزيز الملك. عاش الملك. إذا المشاهدين المتتبعين على الصفحة الرسمية كما شفتوا هذه العائلة ديال هذا الشاب اللي في عمر 21 سنة كما قال على اللسان ديالهم بأن تعرضت له عصابة مكونة من 9 أشخاص وبقاو كيضربوا فيه ما خلاو فيه يضربوه ضربوا في وجهه ضربوا في يديه كما قالوا على اللسان ديالهم. غادي نضربوا لكم موعد آخر إن شاء الله في بث آخر بمدينة فاس. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.